أهلا بكم من جديد. دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤسسات القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسيات للاستثمار في أفريقيا، منوها إلى أن الشراكة مع أفريقيا فرصة حقيقية لتحقيق المكاسب واستثمار رابح اقتصاديا وأمنيا. كما أضاف خلال كلمته أمام قمة تيكاد 7 المقامة في اليابان: نركز على تطوير البنية التحتية الأفريقية وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، كما نسعى لتعميق التعاون مع شركاء القارة لاعتماد خطط تنفيذية قابلة للتفعيل ونقل التكنولوجيا خطوة أساسية لتحقيق أهداف أجندتنا التنموية 2063. في فقرة الآن ينضم إلينا في الاستوديو ضيفنا دكتور كريم يحيى، المدرس بقسم إدارة الأعمال في كلية التجارة جامعة القاهرة. أهلا بحضرتك يا دكتور. طيب، طبعا منذ أن تم عقد القمة نناقش أهمية القمة طبعا بمزيد من التفاصيل، لو حضرتك توضح لنا أهمية القمة في رأيك أو في وجهة نظرك. طبعا القمة تعتبر دلوقتي محفل دولي مهم جدا، تعتبر حدث تاريخي لأنه بيضم قارة بأكملها، مش بلد وخلاص. القمة معمولة بهدف أساسي وهو دعم أفريقيا، دعم التنمية أو دعم الشق التنموي في أفريقيا. الشق التنموي بيتكون من كل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بيشتغلوا على البنية التحتية في أفريقيا. اليابان تعد من أكبر الدول في العالم المانحة والأكبر الدول المصدرة لرؤوس الأموال بتاعتها. اليابان ثالث اقتصاد في العالم بعد أمريكا والصين. لما تيجي تعمل مؤتمر مش يعتبر سنوي، كل ثلاث سنين دلوقتي، يعني تعمل مؤتمر بالثقل ده، يبقى إذن الموضوع ليه أهمية استراتيجية. الأهمية الاستراتيجية للموضوع إن في شراكة بين ثلاث جوانب، هو مصر كرئيس الاتحاد الأفريقي واليابان والدول الأفريقية أو قارة أفريقيا. دلوقتي في أكثر من 40 دولة أفريقية بتشارك في المؤتمر. المؤتمر دلوقتي بيضم جهات رفيعة المستوى زي الأمم المتحدة، زي مفوضية الاتحاد الأفريقي، زي حكومة اليابان، زي البنك الدولي، زي برنامج التنمية في الأمم المتحدة. كل المنظمات دي أو المنظمين المشاركين مجتمعين بهدف واحد فقط، هو دعم الأساسيات بتاعة البنية التحتية في أفريقيا، هو دعم التنمية المستدامة والمجتمع المستدام في أفريقيا، الحفاظ على الأمن والاستقرار ومحاربة الفقر والجهل والمرض. مصر بشكل أساسي بتدخل في الموضوع، ليها أهمية خاصة وأهمية تاريخية، لأن مصر ليها علاقات مع اليابان منذ قديم الأزل. بدأت العلاقات من مصر واليابان من تقريبا سنة 28. بالنسبة لأهمية، بنذكر أن في 2017 رئيس الوزراء الياباني اللي هو تشينزو أبي عمل محاضرة للوزراء بين فيها صورة، كانت سنة 29، تاريخها سنة 1929، لوفد ياباني بيزور مصر للاطلاع على النهضة الصناعية. وبالتالي كنوع من رد الجميل، بعد ما أصبحت في النصف الثاني من القرن العشرين اليابان أحد الدول الهامة جدا، بعد ما كانت على الأرض بعد الحرب العالمية الثانية وقدرت تستعيد قوتها السياسية والاقتصادية، بدأت ترد جزء من الجميل للدول الأفريقية ولمصر في شكل مساعدات مالية. المساعدات المالية دي كانت بدأت مبدئيا بشكل مادي، ولكن بعد كده تطورت ان بقى في شراكات استراتيجية بين مصر واليابان. دلوقتي في شراكات بهدف تعليم الشباب، بهدف زيادة المهارات للخريجين، بهدف ان الشباب الافريقي ركيزة المستقبل، بنعمل تنمية فيه عشان هو رأس المال البشري. نعم. طيب، في الحقيقة بحرج ممكن ذكرت بعدد من المحاور المهمة للتكاد، لكن الرئيس السيسي كان له كلمة وكان في بعض المشروعات أو الأطروحات اللي تمت في هذه الكلمة أعلن عنها الرئيس. أبرز ما توقفت عنده في كلمة الرئيس؟ هو كان أبرز الموضوعات إنه في اليوم الثاني بدأت، كان طبعا امبارح أول يوم، اليوم الثاني النهاردة بدأت يعني محاورات الجلسة الثالثة في الإشراك بين القطاعين العام والخاص. دلوقتي محور مهم جدا اليابان صرفت عليه من 2013 أكثر من 60 مليار دولار. ال 60 مليار دولار دي يعتبر مساعدات علشان يشرك القطاع العام بالقطاع الخاص. القطاع الخاص دايما بيبقى عنده تخوفات من الاشتراك في مشاريع ضخمة زي مثلا مشاريع القيام بالبنية التحتية أو المشروعات الصناعية والغذائية. هو بيشعر انه العائد مش هيكون قريب وسريع ده كلام حقيقي، لان هو اصلا موجه بالربح. يعني هو اصلا القطاع الخاص بيقوم علشان هو موجه بالربح ويزود المعدل العائد على الاستثمار بتاعه. نعم.
الجديد في الموضوع ان القطاع الخاص دلوقتي موجود هناك دلوقتي اكتر من 50 رجل اعمال مصري، مجلس الاعمال المصري واعضاء غرفة الاتحاد التجارية موجودين كلهم هناك دلوقتي، بيعملوا جلسات على هامش المؤتمر. الجلسات دي بيطوروا فيها وزير طبعا وزير الاستثمار ووزير التجارة والصناعة موجودين دلوقتي. هذه المحادثات والمشاورات بهدف انشاء شراكات بين مصر واليابان في الصناعات الغذائية والطبية والهندسية والدوائية، اللي هي أهم أربع قطاعات تقريبا. والجزء الثاني أن الإشراك القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية. اليابان دلوقتي داخلة معنا في الطرق، بناء الطرق دلوقتي بالتقنية اليابانية. المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق موجودة في اليابان. موضوع استخراج الطاقة والغاز من جبل الزيت في البحر الأحمر موجود دلوقتي اليابان بتشارك فيه. على مستوى التعليم وعلى مستوى التكنولوجي والمهني، دلوقتي اليابان بتدخل في الجامعة اليابانية في مصر. الجامعة اليابانية في مصر أول جامعة يابانية تخرج من اليابان تتحط في مصر. ما حصلش ده قبل كده على مستوى العالم، أن يكون في جامعة يابانية خارج اليابان. ده موجود عندنا في مصر. زائد الموجود المدارس اليابانية دلوقتي اللي هي فعالة تقريبا من منذ السنوات، ده الكلام ده مش موجود، وده بيثبت مش موجود في العالم، وده بيثبت ان هناك شراكة على مستوى التعليم وعلى مستوى ان هو اطور التكنولوجيا في البلد او في البلاد او في الدول الافريقية، بحيث ان هو ينقلهم من دول غير متقدمة الى دول متقدمة في هذه الجزئية. بتستفيد ايه الدول يا دكتور؟ يعني الدول المتقدمة والدول اللي اقتصادها كبير بتستفيد ايه لما بتطور مجتمعات نامية او بتشارك في بنية اساسية وبنية تحتية بالنسبة لدول مثل القارة الافريقية؟ طبعا بتستفيد، لان مفيش حد بيدخل في علاقة استراتيجية او في شراكة استراتيجية مع الدول، او طبعا اليابان داخلة مع قارة لحالها يعني. صحيح. حضرتك الدول المتقدمة كلها لما تيجي تستثمر في دول نائية او بعيدة او زي الشمال الافريقي والجنوب الافريقي، بتبقى بهدف زيادة معدل الاستثمار بتاعها. هذه الدول بتبقى تمتلك فوائد مالية، الفوائد المالية دي بتستثمرها خارج البلاد بتاعتها في صورة شركات متعددة الجنسية، في صورة شركات عابرة للقارات، منها ان هي تزود معدل العائد على الاستثمار بتاعها وتزود الدخل بتاعها اللي بيرجع تاني للدول الام بعد التجارة ما بتخلص، ومنها الدول الغير متقدمة تكتسب التكنولوجيا وتكتسب عملية توطين الصناعة وتزود نسب المكون المحلي عندها وتبدأ تتقدم وتبدأ تعرف المعرفة التكنولوجية او النوهاو بتاعتها، بحيث ان هي بعد ما الدول المتقدمة ترجع لبلادها تفضل هذه الدول الافريقية بقى عندها معرفة صناعية وبقى عندها معرفة انتاجية تقدر تشكل ليها صناعة مستقلة. نقدر نعمل التكامل القاري الافريقي اللي هو بدأ بالفعل باتفاقية التجارة الحرة في يوليو اللي فات في نيامي في عاصمة النيجر، اللي هو كان باطلاق من الرئيس السيسي ان هو رئيس الاتحاد الافريقي. كل الكلام ده بيؤكد ان القارة الافريقية بعد ما تعمل، وده على فكره ما حصلش يعني من سنه 95 من اول منظمه التجاره العالميه اكبر تجمع افريقي من ساعتها، اللي هو التجمع القاري الافريقي، مجتمعين مع بعض عدد السكان 1.2 مليار مواطن، حجم الناتج المحلي الاجمالي في قاره افريقيا بعد الاتحادات والشركات الافريقيه 3.4 تريليون دولار. كل الكلام ده بيؤكد ان الثقل الافريقي قدامه مرحلة مهمة جدا. مسألة الموارد ومسألة السكان ومسألة السوق المفتوحة بالنسبة لهذه الدول، مش بتكلم فقط عن اليابان، ولكن كان في أيضا منتدى الصين بالشراكة مع أفريقيا. وحتى الدول الغربية بتتجه الآن ناحية القارة الأفريقية، وربما يعني بتغير من وجهة نظرها للقارة في مسألة الاستثمارات وفي مسألة حتى الشراكة المتبادلة. إلى أي مدى هي مهمة وإلى أي درجة بتساهم فعلا في تعزيز الاستثمارات في القارة؟ القارة الأفريقية بتمتلك موارد كتير جدا. القارة الأفريقية عندها ثروات وموارد طبيعية، سواء في الغاز الطبيعي أو سواء في البترول أو سواء في الثروة الحيوانية. كل ده يعتبر او يعد مش مطمع استراتيجي، ولكن يعد مصدر لهذه الموارد بالنسبه للدول المتقدمه. الدول المتقدمه دايما بتسعى للبحث عن الموارد المطلوبه بس باقل تكلفه ممكنه، لان هو بيبدا ياخد هذه الموارد او ياخد هذه المواد الاوليه او الخامات الاوليه ويرجعها تاني في بلده كسلعه تامه الصنع.
ولكن البلاد الأفريقية مؤخرا كانت لا تستفيد من عمليات التصدير بتاعها، لأن هي بتصدر منتجات القيمة المضافة بتاعتها قليلة جدا، بتصدرها بشكل خامات وبعدين بترجع تستورد تاني هذه المنتجات بعملة أجنبية ضخمة جدا. ده أدى إلى في الفترة الأخيرة أن الدول الأفريقية مجتمعة بقت عندها ضعف استراتيجي أو ضعف في الموارد المادية. اللي بيحصل دلوقتي أن الموضوع زي ما احنا قلنا الوين وين سيتويشن أو الموقف الرابح الرابح، الدول المتقدمة واليابان بتبدأ تزود الاستثمارات في هذه الدول الأفريقية من أجل أولا عمل شراكة استراتيجية بعيدة المدى. احنا عندنا الأجندة الأفريقية متبعة لحد 2063 لحد 2063، وده طبعا هدف طويل الأجل بشكل كبير جدا. لحد 2063 المفترض أو المقترح في الأجندات اللي طرحت النهاردة إن هو يفضل في برامج استثمار حتى هذا التاريخ. الشق التنموي ان مصر برضو تتجه لحد التنمية المستدامة بتاعتها شخصيا لحد 2030، نفس برامج الاستثمار ونفس برنامج الدعم المساندات المادية ورأس المال البشري وتطور التكنولوجيا. كل ده بهدف ان هو يشرك هذه الدول في التكنولوجيا الحديثة ويبدأ يزود استثماراته هو على المستوى الشخصي سواء مستثمر أجنبي، وفي نفس الوقت المستثمرين المحليين يستفيدوا. لو رجعنا تاني للنقطة بتاعت 50 رجل أعمال مصري، كل ده هناك دلوقتي بيعملوا شراكات استراتيجية هيعودوا بيها لمصر ويزودوا بيها الناتج المحلي الإجمالي. يمكن ده بيخلينا نتكلم عن العلاقات المصرية اليابانية بشكل خاص، يعني بعيد حتى عن القارة الأفريقية. العلاقات متطورة، وفي الحقيقة ثلاث محاور. يمكن منذ قليل كنا بنتحدث مع الدكتور علي عطية في مسألة ثلاث محاور مهمة جدا. أول محور هو محور التكنولوجيا ومسألة يعني تصدير التكنولوجيا اليابانية إلينا، وايضا تاني محور كان له علاقه بالبنيه التحتيه طبعا والاساسيه، وده شيء مهم جدا. والاخير له علاقه بالطاقه والمشروعات القوميه المهمه اللي بتشارك فيها اليابان او اللي يعني مأمول مشاركه اليابان فيها، مثل مشروع النقل مثلا. تمام. طيب اهميه الثلاث محاور، لو حضرتك خدنا كل محور على حده فيما يخص مصر واليابان بشكل خاص. هو مصر واليابان بشكل خاص في بينهم علاقات استراتيجية طويلة الأجل. زي ما احنا قلنا ان مصر واليابان بدأت العلاقات منهم من سنة 28. يعتبر الرئيس السيسي يعتبر الزيارة الثانية في نفس العام السنة دي لليابان. اليابان بينها وبين مصر علاقات زي ما حضرتك ذكرتي في البنية التحتية وفي التعليم وفي التكنولوجيا وفي النقل والطرق والكباري. اليابان ليها علاقات ودية مع مصر، بحيث ان هو بيبدأ يدخل، يعني بمجرد ما دخل الجامعة اليابانية في مصر، ومجرد ما دخل المدارس اليابانية في مصر، ومجرد ما دخل المنطقة الصناعية اليابانية اللي موجودة عند محور قناة السويس. الفكرة حتى في التعليم، انا بس بكمل كلام حضرتك، انه الفكرة في التعليم او الأنشطة الثقافية بشكل عام انها بتقرب بين الشعوب، حتى مش بالزبط. بس العلاقة الاستراتيجية بين السياسيين وبين الدول كدول، ولكن حتى بين الشعوب، فكرة ان يكون هناك تعلم للغة، يكون هناك تعلم لنمط الحياة ونمط التعليم في هذه البلد، بيقرب بين الشعوب. ويمكن ده اللي حاصل في حتى علاقة مصر بالدول الأفريقية على مدار السنوات الماضية، تغيرت وخدت هذا الشكل. ده كلام مظبوط، لان حتى يعني على مستوى التعليم والجامعات دلوقتي الجامعات المصريه فيها اقسام لتعليم اللغه اليابانيه بشكل كبير جدا. لما تكون دوله زي اليابان عندها اكبر منتج لصناعه السيارات في العالم وتيجي تنقل هذه التكنولوجيا في مصر، بلا شك ده يعتبر حدث تاريخي غير مسبوق. المنطقة الصناعية اللي موجودة عند محور قناة السويس دلوقتي فيها جزء كبير لليابان، طبعا فيها جزء للصين وفيها جزء لروسيا إلى آخره، بشكل أو بقانون حق الانتفاع. كل ده بعد ما قانون الاستثمار الجديد بدأ يتعدل بحيث ان هو يجذب الاستثمارات الخارجيه، بحيث ان هو يشجع على وجود شركات عابره للقارات او شركات زي ما بنقول عليها مالتي ناشونال او متعدده الجنسيات داخل مصر، بتبقى موجوده او بتبقى تكتسب حق الانتفاع بالاراضي 20 او 30 سنه، بينتفع بيها المصريين، بيزود بيها فرص العمل، بيزود بيها الدخل، بيقلل بيها معدلات الفقر في الدولة، بيحسن فيها المستوى المعيشي للمواطنين ويزود فيها رفاهية المواطنين، بحيث ان مصر واحدة واحدة ان شاء الله تبقى في مصاف الدول المتقدمة، وده المأمول ان شاء الله في الفترة القادمة القليلة الجاية. طيب يمكن كان الرئيس السيسي في قمة الدول الصناعية السبع الكبرى ومنها الى هذه القمة او التكاد السبعة، من هنا بيبقى في يعني
تنافسية بين الدول الكبرى الصناعية الكبرى في مسألة الاستثمار في أفريقيا، الوجود في أفريقيا، خصوصا وأنه الرئيس سيسي أو يعني دائما مصر تعرض منذ طبعا تولي رئاسة الاتحاد الأفريقي الفرص الواعدة في أفريقيا، فرص الاستثمار، مسألة حتى التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، وهي تحديات يعني تواجه القارة الأفريقية ومن ثم تواجه العالم كله، الإرهاب، الهجرة غير الشرعية، هذه الأمور. التنافسية بين الدول حضرتك بتشوفها إزاي؟ هل هو أمر مبالغ فيه أم أمر حقيقي فعلا وتتنافس هذه الدول على القارة الأفريقية؟ التنافسية دلوقتي أصبحت موضوع شائك جدا، خصوصا بعد الحركة أو السوق الراقد الموجود دلوقتي في السوق العالمي كله، في ركود في السوق المحلي في الجانب الاقتصادي، في حروب تجارية دلوقتي بين قطبين كبير جدا زي أمريكا والصين، كل الكلام ده يعتبر تحديات أو تهديدات بتشكل إن أي دولة دلوقتي عندها فرصة لابد أن تنتهزها بمنتهى السرعة. أي دولة عندها ميزة تنافسية سواء في الجودة أو في السعر أو في التكلفة أو محدش بيقدر يقلدها في الميزة التنافسية اللي هي فيها، بتحاول تطور أو تستديم هذه الميزة أو بتحاول تطول المدة بتاعة الحصول على ميزة تنافسية معينة. كل التحديات دي والتهديدات دي اللي هي شكلها الخريطة الاستثمارية العالمية الموجودة دلوقتي في العالم خلت الدول دلوقتي بتبقى بتحط محط أنظارها على قارات أو على دول بعينها. الدول بعينها دي دول تعتبر ممكن تكون فقيرة ولكن عندها موارد كبيرة جدا طبيعية. كل الكلام ده حصل لأنه هذه الدول بتكون مصدرة للكثير من المشكلات اللي بيعاني منها العالم. بالزبط. يعني مبادرة الرئيس في يعني لو حضرتك حتى يمكن تم الإشارة إليها في تيكاد فيما يخص إسكات البنادق وفيما يخص محاصرة الإرهاب ومواجهة الإرهاب في القارة الأفريقية، يعني حتى أنه هذه الدول عندما تتوجه اقتصاديا هي بتحارب هذه الأمراض يعني. تمام. هو على فكرة يعني موضوع مكافحة الإرهاب والاستقرار وحفظ الأمن موضوع كبير جدا لدرجة أنه هو خد المحور الثالث في مؤتمر تيكاد 7. هو المفروض كل يوم بيناقشوا ثلاث محاور. المحور الأول اللي هو كان امبارح كان عبارة عن تسريع التحول الاقتصادي من دول ديفلوبينج لديفلوبت أو من دول غير متقدمة لدول متقدمة، وهي الأساسيات اللي ممكن نشتغل عليها. النهاردة المحور الثاني بتاع تشجيع أو تحسين بيئة الأعمال وبيئة الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الخارجية. بكرة إن شاء الله الجزء اللي حضرتك اتكلمتي فيه اللي هو الجزء بتاع حفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب ومحاولة التخفيف من أخطار الكوارث والاقتصاد الأزرق على كافة الدول الأفريقية. طيب المحور الخاص بتحسين بيئة الأعمال لأنه ده محور مهم جدا يعني. ما تم في مصر على مدار السنوات الماضية وما تم في القارة الأفريقية بشكل عام، يعني حضرتك بتشوف إزاي؟ هل كل دول القارة يعني بتمشي بنفس النهج وبنفس الوتيرة أم هناك دول يعني أمامها بعض التحديات في تحسين بيئة الأعمال؟ هو طبعا بعد عقد الاتفاق القاري الأفريقي أصبح تحسين بيئة الأعمال أمر وارد، بمعنى أن في دلوقتي إزالة لجميع الحواجز أو إزالة لكافة التحديات أو التهديدات أو الحواجز اللي هي بتشكل عوائق في التجارة البينية. التجارة البينية دايما عشان تبقى فري تريد أو عشان تبقى تجارة حرة لازم نمنع أو لازم يعني نزيل الحواجز اللي موجودة في شكل سواء تكاليف جمركية أو تكاليف ضريبية أو ضرائب على السلع المستوردة أو إلى آخره. وبالتالي علشان حضرتك تبني يعني اتفاق أفريقي حر أو عشان يقدر يبقى فيه اتفاقية مظبوطة لابد أن هذه الحواجز تتشال. دلوقتي اللي بيحصل أن التركيز كله على إزالة الحواجز لإقامة تجارة حرة مفيش فيها حواجز، لا في رأس المال، مفيش ضرائب على رأس المال، ولا في تحرك الآلات والمعدات، ولا في تحرك الأفراد بين الدول الأفريقية. كل الكلام ده تم تشكيله وتم الاتفاق عليه في القارة أو الاتفاق الأفريقية في يوليو السابق. بالشكل اللي يخلي ان المنتج ممكن يطلع بسعر منخفض أو ممكن يبقى تكلفته منخفضة على المصدرين بحيث ان هو يبقى تنافسي لما يجي يتصدر. احنا دلوقتي بنحاول نزود دلوقتي زياده الصادرات او بنحاول نزود نسبه الصادرات علشان نقلل عجز الميزان التجاري سواء في مصر او سواء في القاره الافريقيه كلها. الميزان التجاري لن يتحسن الا بوجود سلع
تنافسية، جيدة الصنع، سلع تمتلك جودة عالية، سلع التكلفة بتاعتها قليلة علشان نبدأ نزود القيمة المضافة ونبيعها بأسعار عالية برة، بحيث ان هو يزود نسبة الصادرات، يزود بعديها العملة الصعبة او العملة الأجنبية، يحصل تدفق في رؤوس الأموال، معدلات رأس الأموال تزيد ومعدلات الدوران تزيد. كل ده بيزود الفكر او ثقافه الاعمال داخل القاره الافريقيه وداخل مصر تحديدا، وثقافه العمل داخل الشباب، بحيث ان هو يزود على المدى البعيد الناتج المحلي الاجمالي ويدخل مصر في مصاف الدول المتقدمه. نعم. فيما يخص ايضا مساله لانه تحسين بيئه العمل بتتطلب ايضا بعض المحاور الاخرى بخلاف البنيه التحتيه والتبادل مثلا البنيه التشريعيه، وايضا مساله تطوير العماله، وانه لانه بعض الشركات كانت بتشتكي من فكره انه بتذهب لدوله تقوم باستثمار بها ولا تجد اصلا ايدي عامله او لا تجد يعني عماله ماهره. ايضا فيما يخص هذا المجال يعني كيف تطور؟ فيما يخص هذا المجال دلوقتي اليابان بتركز على تعليم الشباب، بتركز على تعليم الايدي العامله، وبتركز على راس المال البشري اللي هو بنقول عليه هيومن كابيتال. راس المال البشري ده هو اللي خلى اليابان تعتبر دلوقتي ثالث اكبر اقتصاد في العالم. اليابان لا تمتلك اي موارد طبيعيه، اليابان لا تمتلك نفط ولا غاز ولا ثروه حيوانيه ولا اي حاجه، ولكن عندها عنصر بشري مميز، عنصر بشري متعلم، عنصر بشري بنقول له احدث تكنولوجيا. ده دلوقتي بيتنقل في مصر بصفه خاصه علشان يعلم الشباب ويكسبهم المهارات اللازمه ل ان هو يبدا يطلع يبدا يحسن بيئه الاعمال من خلال تعليم الشباب، من خلال اكسابهم المهارات اللازمه. وده موجود على المستوى التنفيذي في زي ما احنا قلنا برضو الجامعه اليابانيه، وده موجود في المدارس اليابانيه اللي هي كانت نموذج قوي جدا منتشره في مصر. في الفتره القريبه اللي جايه في اتفاقات بيتم عقدها الان في الصناعات الدوائيه والغذائيه والطبيه والهندسيه بين اليابان ومصر، بحيث ان هي تاخد شكل شراكه 10 سنين لحد 20-30. هدف مشترك، الخبراء اليابانيين بييجوا يعلموا الشباب التكنولوجيا اللازمه، وبيجي يعلموا لهم الاليات اللازمه للتعامل مع التكنولوجيا الحديثه، وده بيخلي مصر يتنقل لها احدث تكنولوجيا، وبيخليها تبدا يبقى عندها صناعات واعده وصناعات منفرده وصناعات شخصيه لمصر، وبيطور من حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان. حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان في 2018 كان مليار وربع دولار، يعني كان حوالي مليار و26% دولار. السنه دي زاد، السنه اللي فاتت كان 966 مليون دولار، تقريبا زاد بنسبه 30%. ال 30% اللي زاد دول مؤشر جيد جدا ان الصادرات المصريه عندها بتواجد قبول في الاسواق اليابانيه. اغلب الصادرات المصريه ممكن تبقى الغاز المسال والخضار والفاكهه الى اخره، بينما الصادرات اليابانيه من على الناحيه الثانيه بتشتغل على الصناعات الهندسيه، بتشتغل على الصناعات الثقيله والالات والسيارات. وحجم التبادل التجاري في زياده عاما بعد اخر. نتمنى ان يشكل هذا لمصر ثقل سياسي واقتصادي على المستوى العالمي في الفتره القريبه اللي جايه ان شاء الله. طيب، في مشروعات افريقيه مهمه جدا يمكن ايضا يعني بيتم الحديث بشانها بخلاف مساله منطقه التجاره الحره، مشروعات مثل الربط البري، ايضا مشروعات فيما يخص ربط بحيره فيكتوريا، يعني الربط الملاحي او الربط المائي ايضا مساله مهمه. تمام. المشروعات، اي المشروعات في راي حضرتك بتحتاج الى وتيره اسرع وبتحتاج الى يعني مساهمه اسرع من الدول المستثمره او من الدول المطوره دي علشان تكون القاره الافريقيه يعني عنصر جاذب بشكل اكبر؟ طبعا المشروعات اللي دايما بيركزوا عليها هذه الدول زي ما حضرتك قلتي هو الجانب الملاحي او الجانب البري او البحري او الجوي. بنتكلم دايما على قطاع النقل. ليه بيركزوا على قطاع النقل؟ علشان تسهيل حركة الأفراد وانتقال المواد والسلع والآلات من الدول المتقدمة إلى الدول الأفريقية. كل ده بهدف تسهيل وصول رؤوس الأموال دخولا وخروجا بدون وجود تكاليف ضريبية وبدون وجود تكاليف جمركية. بيجي بعد كده يشتغل على البنية التحتية. والبنية التحتية زي ما احنا قلنا قبل كده، وده على فكرة موضوع
يعني واخد الترند الاكبر. يعني الربط، مساله الربط بين الدول ومساله البنيه التحتيه. تمام. على انه انتهى وقتي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا لك دكتور كريم يحيى، المدرس بقسم اداره الاعمال كليه التجاره جامعه القاهره، وايضا شكر موصول لحضراتكم على متابعه هذه الفقره. طبعا فاصل ونعود لاستكمال التغطيه الاخباريه. العلاقات المصرية اليابانية. تأسست العلاقات الحديثة بين مصر واليابان عام 1922. بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان نحو 1,800,000,000 دولار عام 2017. اليابان تحتل المرتبة 31 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري. يوجد في مصر 106 مشروعات يابانية في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات والسياحة والإنشاءات. في يونيو 2019 قام الرئيس السيسي بزيارة لليابان للمشاركة في قمة مجموعة 20. في فبراير 2016 قام الرئيس السيسي بزيارة إلى اليابان في أول زيارة لرئيس مصري منذ 16 عاما. في أكتوبر 2018 شارك وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا التيكاد باليابان. في يناير 2015 قام رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي بزيارة مصر واستقبله الرئيس السيسي. تم افتتاح 35 مدرسة جديدة تطبق النظام الياباني في التعليم خلال العام الدراسي الماضي. تعد اليابان واحدة من أهم الأسواق السياحية بالنسبة للمقاصد المصرية.